يقول سماحة الشيخ ما المقصود بالباءة في حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هل هي الاستطاعة المالية أم الجسدية؟ الباءة المراد بها تكاليف الزواج، تكاليف الزواج، إذا كان يستطيع تكاليف الزواج عنده المهر ويخاف على نفسه من الفتنة يجب عليه يتزوج، إذا كان ما عنده شيء يتزوج عليه بالصيام لأن الصيام يحميه من الفتنة ومن الشهوة لأنه يضعف شهوته